انا نورهان خالد. النهارده احنا هنكلمكم عن الهايدرو باور، بس قبل ما اتكلم عن الهايدرو باور عايزه اقول لكم المحتوى بتاع البرزنتيشن بتاعنا النهارده. اول حاجه احنا هنقول انتدكشن بسيط، وبعد كده الهيستوري بتاع الهايدرو باور في مصر وبره مصر، وكمان هنتكلم عن هاو ات وركس، وبعدين هنتكلم عن انواع الهايدرو باور بلانتس والادفانتجز والديس ادفانتجز، وكمان هنتكلم عن الابلكيشن وعن البروجكت بتاعت الهايدرو باور في مصر وبره مصر، وكمان هنتكلم احنا ليه بنستخدم الهايدرو باور بالذات. طيب اول حاجه قبل ما ابدا عن الهايدرو باور عايزين نسال يعني ايه رينيوبل انرجي. الرينيوبل انرجي دي هي طاقه مشتقه من المصادر الطبيعيه اللي بيتم تجديدها بمعدل اعلى من استهلاكها. طب ايه عندنا يعتبر رينيوبل في الطبيعه؟ ضوء الشمس، الويند، الووتر، وحاجات غيرهم كتير يعتبر رينيوبل في الطبيعه. طب احنا ليه بالذات بنستخدم الرينيوبل؟ اولا لان هي رخيصه جدا، ثانيا لان هي متوفره في معظم البلدان، ثالثا وده الاهم انها بتعمل شغل اكتر بثلاث مرات من الفوسيل فيولز. طيب دلوقتي عايز اسال سؤال، احنا ليه اعتبرنا ان الهايدرو باور هي فورم اوف رينيوبل انرجي؟ عشان مصدرها الميه. دلوقتي اقدر اقول لكم ايه هو الهايدرو باور. الهايدرو باور زي ما قلنا هو نوع من انواع رينيوبل انرجي اللي بيتم فيه استخدام الميه، قوه حركه الميه لتوليد الكهرباء. تعالوا نقول بقى الهيستوري بتاع الهايدرو باور. هنبدا بالهيستوري اللي بره مصر. من الاف السنين الهايدرو باور كان بيتم استخدامه. الرومان القدماء كانوا بيستخدموا حاجه اسمها الووتر ميلز اللي هي طواحين الميه، وهي عباره عن عجلات كبيره بتبقى غالبا على ضفاف انهار متوسطه التدفق. زمان كانوا بيستخدموها، هي المفروض انها بتستخدم لتوليد الكهرباء، بس زمان كانوا بيستخدموها ان هم بيطحنوا بيها الحبوب عشان يعملوا العيش والدقيق، وكمان كانوا بيستخدموها في قطع الاخشاب، وبرده كمان بيستخدموها لعمل الحرائق عشان يصنعوا الستيل. بعدين قالوا طوروا شويه في الهايدرو باور ويستخدموها بطريقه ملائمه اكتر، فجي عالم فرنسي اسمه بيرلوت فيرنر عمل توربين كانت بتنتج حوالي 16 حصان من الطاقه، وده كان في اوائل القرن ال 19. بعدها بشويه جه واحد امريكاني بريطاني اسمه جيمس فرانسيس عمل توربين وسماها على اسم فرانسيس توربين، ودي كانت اول ووتر توربين تتعمل، ولحد دلوقتي توربين دي من اكتر التوربينات استخداما على مستوى العالم. بعدها بشويه جه واحد امريكاني اسمه لاستر الن بيلتون عمل بيلتون ويل، ودي استخدم في امبلس للووتر برضو، وحصل على براءة اختراعها عام 1880. جه في اوائل القرن العشرين واحد استرالي اسمه فيكتور كابلن عمل الكابلن توربين، ودي كانت اول توربين بتبقى من النوع اللي بيستخدموا فيها المراوح. نمساوي كانت التوربينات دي بيستخدموا فيها الشفرات بتاعتها قابله للتعديل، وهي من نوع البروبلر تايب اللي هي بيستخدموا اللي هي شبه المروحه. نيجي بقى لمصر ام الدنيا. مصر احنا ابتدوا يستخدموا الهايدرو باور فيها من حوالي 60 سنه، وكانوا بيحاولوا يستغلوا كل الووتر ريسورسز اللي عندنا، فعملوا سد اسوان عام 1960، وبعدها عملوا السد العالي عام 1968، وابتدى يشتغل عام 1970. ما سكتوش على كده، جم في 1985 عملوا خزان اسوان تاني، وعملوا كمان محطة قناطر اسنا ومحطة قناطر نجع حمادي، ودول كانوا ما بين 2005 و2006، وكمان جددوا في التوربينز اللي كانت موجودة في السد العالي. كده انا تقريبا قلت نبذه بسيطه عن الهيستوري، عشان انا مهما اتكلمت مش هنخلص، لان فعلا الهايدرو باور بتستخدم من زمان جدا. عشان نكمل في الهايدرو باور لازم نقول هاو ات وركس، واللي هتقوله معانا الباشمهندسه فاطمه. معلش انا بس قبل ما اتكلم، هو احنا محطه القناطر هما بيولدوا من محطه القناطر هايدرو باور؟ اه
كانت هما مصر بيقولوا ان هي بتعتمد على ستة محطات، منهم محطة قناطر اسنا وقناطر نجع حمادي وسد العيش. مريت الجملة مكتوبة كده. قناطر بتاعت اسنا ونجع حمادي كقناطر هما حاطين توليد كهرباء فيها؟ ده اللي شفته. اسمي فاطمة احمد وهتكلم معاكم ازاي الهايدرو باور بيشتغل. عشان نفهم اكتر ازاي الهايدرو باور بيشتغل هتكلم من الكي وورد بتاعت اللايت كله، هي الكورش فوتر. عشان نفهم اكتر هنتكلم على انواعها. الهايدرو باور بلاننج بيتقسم لثلاث انواع: الهاي دام او الامباوندمنت والران اوف ريفر والبامب ستورج. اول نوع هو الهاي دام، والهاي دام زي ما هو واضح هنا في الصوره هو عباره عن سد محطوط في مجرى مائي ويخزن وراه ميه، وبعدين بتحكم في الدخول بتاعته بالكنترول جيت اللي هنا، وبعدين بيبدا الميه تمشي في البين ستوك، وبسبب الفورس فوتر الميه بتخبط في التربن، وبعدين التربن تتحرك وتولد لي ميكانيكال انرجي، وبعدين بتوصل بالجنريتور وبتبدا تخرج لي الكتريستي، وبعدين ترانسفورمر، وبعدين ترانسفورمد باي ديستريبيوشن لاينز، بعدين المايه بتخرج التربن بتخرج للاوتلت بره، تقريبا مبيبقاش عندي اي لوسز في الوتر. لو جينا بصينا هنا كده في الجنب في حاجه اسمها الهيد اوف ووتر. الهيد اوف ووتر دي بتبقى من اول الريسيرفوار لغايه مكان خروج المايه، وده حاجه مهمه جدا في الحسابات. اول حاجه في حساب التربن، عشان التربن الافشنسي بتاعت التربن بتبقى مهمه جدا، كميه انتاج الكهرباء والاتش مهمه فيها زي ما هنا اتكلمت على الهيستوري بتاع التربن في الاول. تاني حاجة هي تبقى مهمة في حساب الباور، احنا هنا بنخرج الكتريكال باور، الكتريكال انرجي وفي اتش، فحد يتوقع ايه الانرجي اللي هتدخل عشان تخرج الكتريكال انرجي باستخدام الاتش؟ البوتنشال انرجي. ده هيبقى فرق مهم بين الهاي دام والران اوف ريفر. تاني نوع معانا هو الران اوف ريفر، زي ما هو واضح هو تقريبا مبيبقاش في الغالب مبيبقاش فيه سد، المية بتمشي بالفلو بتاعها عادي، ولو في دام بيبقى موجود بيبقى حاجة بسيطة جدا تكاد لا تذكر. فهنا مفيش دام وبالتالي مفيش اتش والميه بتمشي بالفلو بتاعها عادي. فلو هنطلع الكتريكال انرجي، ايه اللي ممكن يطلع من انرجي تحول الكتريكال انرجي غير البوتنشال لان مفيش اتش عندنا؟ كاينتيك انرجي. تمام، ده تاني نوع. تالت نوع معانا هو البامبد ستورج فاسيلتي. هو النوع دوت بيستخدم بكذا طريقه، اقدر استخدمه باتنين رينيوبل انرجي او وان رينيوبل انرجي. لو هستخدمه باتنين هيبقى سولار مع هايدرو او ويند مع هايدرو، او ممكن استخدمه هايدرو بس. لو هستخدمه سولار مع هايدرو، زمايلنا في التيمات اللي فاتت اتكلموا ازاي السولار بيطلع كهرباء، فاحنا هنا عندنا الجزء دوت ما بقدرش استخدمه في الاماكن اللي ما فيهاش شمس كتير، فبالتالي محتاج اماكن يكون فيها شمس اغلب ايام السنه. الصبح لما بيكون في شمس السولر، الشمس بتنزل على السولر، بعدين السولر بتطلع انرجي تخرج على الشبكه، بعدين جزء الهايدرو ده هنا ما بيبقاش شغال، بس بتبقى في حاجه بتحصل فيه، التربن بتبدا تاخد جزء من كهربه الشبكه تطلع لي الميه من تحت لفوق. بس سؤال، هي التربن بتقدر تطلع ميه من تحت لفوق؟ اكيد لا، التربن دي مش شغلتها، التربن بتحتاج حاجه تحركها عشان تطلع لي طاقه. فاحنا هنا بنستخدم بامب. ودرهان في الاول اتكلمت على حاجه اسمها فرانسيس تربن، التربن ديت بقدر استخدمها كبام وكتربن في نفس الوقت. احنا هنا بنستخدمها في الجهاز دوت، الصبح بشتغلها كبام طلع لي الميه من تحت لفوق، وبعدين لما ميبقاش فيه شمس تشتغل لي كتربن عادي، الميه تنزل من فوق لتحت تخبط التربن، التربن تتحرك توصل للجنريتور، الجنريتور يطلع كهرباء توصل للترانسفورمر، وبعدين ترانسفورمد باي ديستريبيوشن لاينز تخرج عادي. هنشوف فيديو دلوقتي نشرح الجزئيه دي. ده الصبح عادي السولر بتطلع لي الكهرباء تطلع لي الشبكه بره، وبعدين البامب بتبدا تاخد جزء تطلعه فوق تخزنه لي، وبالليل تبدا الهايدرو باور تشتغل عادي كده هاي دام، الميه بتنزل من فوق تنزل تحت للتربن وتطلع لي الكهرباء في المكان اللي انا عايزاه. لما بشتغلها كهايدرو بس لوحدها دي بتبقى كانها كباتري بتبدا تفضي وتشحن، تعتمد على الديماند بتاعي. لو انا عندي اللو ديماند، اللو ديماند ده في الغالب بيبقى بالليل، فانا مش محتاجه كهرباء كتير،
هتبدا البامب تبدا تسحب برده جزء من الكهرباء بتاعه الشبكه وتطلعي الميه من تحت لفوق، وفي البيك ديماند اللي هو في الغالب بيبقى الصبح تبدا الميه تنزل تاني من فوق لتحت وتطلع لي طاقه. كده احنا خلصنا الانواع. هبدا اتكلم على التكنولوجي. هي هنا في الهايدرو باور بلانت ما فيش حاجه فيها قادر خليفه تكنولوجي كتير، يعني هي الميه بتنزل، لو هنتكلم على الهاي دام الميه بتنزل من فوق لتحت تخبط في التربين، التربين تتحرك تطلع لي ميكانيكال انرجي، توصل للجنريتور تطلع لي الكتريستي، بعدين تروح للترانسفورمر، بعدين ترانسفورمر باي ديستريبيوشن لاينز. فما فيش تقريبا حاجه كتير في التكنولوجي نقدر نعملها. بس علشان زي ما قلت في الاول لما بنحسب الاتش احنا بنطلع طاقه بتطلع كهرباء، فالافشنسي بتاع التربين بتبقى مهمه جدا، فهم بيبداوا يطوروا في التربينز عشان يحسنوا الافشنسي علشان تطلع لي كهرباء اكتر. فمن انواع التكنولوجي اللي بتستخدم هنا احنا نحسن التربينز. وفي صوره في الهاي دام علا هتيجي تتكلم بعدين ان شاء الله في العيوب، ان هو في السمك بيواجه مشكله مع الدام، فهنا في حاجه كده في الجنب اسمها الفيش لادر عشان يحل المشكله ديت، يخلوا السمك يلف من حوالين الدام وما يجيش ناحيه الدام خالص. كده انا خلصت الجزء دوت، تيجي دلوقتي ولا تتكلم معانا على عيوب. اسمي ولا عبد الله وهتكلم معاكم عن الديس ادفانتجز بتاعت الهايدرو باور. مبدئيا كده في ظل الظروف اللي احنا فيها من الحروب بين روسيا واوكرانيا والارتفاع الكبير جدا في الاسعار بتاعت الوقود الاحفوري، دخل مصادر الطاقه البديله بقت اهم من قبل كده بكتير، ولكن ان احنا نتبنى الهايدرو باور على وجه الخصوص ده بيشكل مخاطر كبيره جدا. طيب مبدئيا كده الهايدرو باور نفسها مش بتطلع اي غازات دفيئه، ولكن لما اجي اتكلم عن الخزانات والسدود فهي بتطلع كميه كبيره جدا من غاز ثاني اكسيد الكربون والميثان واكسيد النيتروز. وفي دراسات بينت ان الميثان اقوى 34 مره من ثاني اكسيد الكربون، وده هيخليني اسال سؤال مهم جدا، طب هو الميثان اللي طالع من الخزان ده نسبته هتكون قد ايه؟ فلقوا ان هو النسبه بتاعته هتكون بتشكل 80% من الغازات اللي طالعه من الخزان، ودي طبعا نسبه كبيره جدا وتعد كارثه بيئيه. تاني حاجه هتكلم عنها ارتفاع التكاليف المبدئيه. هو انا عشان ابني اصلا محطه طاقه كده كده الموضوع مش هيبقى سهل، ولكن انا دلوقتي بتكلم على ان انا هبني محطه طاقه كهرومائيه، يعني انا محتاجه ابني سد، السد دوت هيوقف لي الميه الجاريه، فدي طبعا تكاليف عاليه جدا، التكاليف دي بتبقى اعلى من محطات البناء اللي بتشتغل بالوقود الاحفوري. حاجه كمان، انا مش بس التكاليف بتاعه السد هي اللي هتبقى معايا عاليه، ده كمان التكاليف بتاعه المكان اللي هبني فيه السد. فمثلا في حوالي يعني اوائل الالفينات كده الصين نقلت حوالي 23 مليون شخص من مكان معين علشان بس يفسحوا المجال لمشاريع الميه انها تحصل، ده طبعا رقم عظيم جدا. ثالث حاجه معايا وهي المخاطر اللي السدود هتعملها. طيب هي المخاطر دي ممكن تبقى زي ايه؟ مثلا السدود هتغيري درجه الحراره بتاعه الانهار، غير كده كمان انها بتغيري الكواليتي بتاعه الميه. وهنيجي بقى لسبب كبير برضو جدا، انها بتعيق التدفق بتاع الرواسب الغنيه بالمغذيات. للاسف الرواسب ديت بتبقى مفيده في تخصيب التربه وفي الحفاظ على التنوع البيولوجي. كمان لما السدود بتعيق التدفقات اللي بتبقى جايه من الجبل، ده بيخلي الميه المالحه بتترسب وبتتسلل جوه النهر، ده بيعمل طبعا عندي خلل في التوازن ما بين الميه العذبه والميه المالحه، وده بيأثر على التنوع الحيوي اللي موجود جوه النهر. حاجه كمان بقى بتأثر جدا جدا بموضوع السدود وهي الاسماك. الاسماك في الوقت ده زي ما انا قلت في الاول، انا عشان ابني محطه ميه فانا لازم احط سد، السد ده هيوقف لي الميه الجاريه، فالاسماك مش هتعرف تروح لاماكن التكاثر بتاعتها، وده طبعا بيأثر عليها جدا. هنيجي بعد كده بقى ايه اللي بيأثر، يعني انا دلوقتي الاسماك اتأثرت، فاكيد طبيعي جدا اللي بيبقى الحيوانات اللي المصدر الاساسي بتاعها بتاع الغذاء الاسماك هتتأثر بشكل كبير. طيب انا دلوقتي هتكلم عن الفرودرس. انا لما ابني سد دلوقتي بارتفاع عالي جدا فانا بشكل خطر كبير قوي على المناطق اللي بتبقى موجوده تحته. فبما اني دلوقتي بتكلم على الاعاصير، فانا دلوقتي لازم اذكر اكبر فشل في التاريخ للسد بتاع بانك ياو. ايه اللي حصل في السد ده؟ كان في امطار غزيره جدا كانت مرافقه مع الاعصار، الامطار دي خلت السد ينهار ويقع على المدينه اللي تحتيه. طبعا ده سبب خسائر كبيره جدا، سواء خسائر ماديه او خسائر في الارواح، كانت اعداد كبيره جدا اتوفت. دلوقتي انا هتكلم عن التاثير بتاع الجفاف.
انا دلوقتي بتكلم عن المحطات الكهرومائيه، يعني انا معتمده على كميه الميه. طيب انا دلوقتي الكوكب عندي درجه الحراره بتاعته قاعده يعني درجه الحراره بقت عاليه، وكمان التبخر بقى بتاع مستوى الميه جوه النهر بيقل بسبب التبخر. ايه كمان اللي بيقل؟ ده مستوى الميه اللي كمان جوه الخزان بيقل، لان الخزانات غالبا بتبقى مفتوحه وبرده بتتبخر. بناء على ده فانا ضغط الميه عندي بيتاثر وبيقل. فضغط الميه ده كان مفيد في ايه؟ ان التوربينز اللي كانت بتشتغل عشان تولد لي طاقه كانت بتاثر بضغط الميه، منها ان انا كده مستوى الطاقه الكهربائيه كمان هيقل. معلش ما انا في حته كنت انت قلتي ايه اللي هيقل تاني؟ يعني ازاي معلش مستوى الميه هيقل فالضغط هيقل؟ انا معلش ممكن اقول الكلام هنا بتاعت اللي هي بروت. تمام. كنت قلت ان انا دلوقتي عندي طبعا محطه الميه بتتاثر بالجفاف، تمام كده. طيب بسبب ارتفاع درجه حراره الكوكب، وكمان مستويات الميه في الانهار بتقعد تقل، والخزانات دلوقتي انا لما بتكلم عليها الخزانات برضو غالبا بتبقى مفتوحه وبيحصل عندي عمليه تبخر. مستوى الميه اللي بيقعد يقل ده هياثر على ضغط الميه اصلا المفيده للتربونز. التربونز ديت هي اللي بتولد لي طاقه، فالطاقه دلوقتي ادام التربونز اتاثرت فالطاقه الكهربائيه كمان هتقل. طيب دلوقتي السدود ممكن تسبب لي زلزال، ممكن حد يجي يسال لي طيب هي هتعمل زلزال ازاي؟ ده بيكون بسبب لما السد يتبني جنب مركز زلزال. طبعا لما السد بيتبني جنب مركز زلزال ده بيخلي نسبه حدوث زلزال اعلى بكتير جدا، وبيكون زلزال مدمر. وكان حصل قبل كده ده في الصين، ان حصل زلزال كان زلزال كبير جدا يعني ادى برده لخسائر كتيره قوي. العلماء بتوعه ربطوه بالسد اللي كانوا لسه بانينه جنب مركز الزلزال. اخر حاجه بقى هتكلم عنها هي انقطاع الكهرباء. برضو السدود ممكن تسبب لي في انقطاع الكهرباء. طب مبدئيا كده قبل ما نتكلم ازاي، الصوره ديت بتبين لي السد العالي مع التربنز اللي بتولد الطاقه. حصلت قبل كده ان يعني بسبب الضباب ان الكهرباء قطعت على محافظات الصعيد في مصر. ده كان حصل ازاي؟ اللي حصل ان الضباب الصباحي كان عالي فأثر عندي على الدوائر الكهربائية، اتفصلت. كانت الدوائر دي بتشتغل بجهد 500 كيلو فولت، لما الدوائر دي اتفصلت سحبت الجهد من محطات الصعيد وحصل عندهم قطع في الكهرباء. المشكلة دي وقتها كانت كبيرة جدا، وعمل ما الكهرباء رجعت أخدت وقت ورجعت لمحافظة محافظة بالتدريج. بكده أكون خلصت الجزء بتاعي. أنا كده ذكرت لكم العيوب بتاعة الهيدرو باور، فريدة بقى هذكر لكم المميزات بتاعتها. انتوا كده سامعني؟ هكلمكم عن انا فريده هكلمكم عن الادفانتجز بتاعت الهيدرو باور. اول حاجه مين ممكن يتوقع ايه اول واهم حاجه احنا اصلا بنستخدم الهيدرو باور عشان اول حاجه خالص نورهان قالت ان هي رينيوبل. اول حاجه خالص واهم حاجه احنا اصلا بنستخدم الهيدرو باور عشانها ان هي رينيوبل. مش هقول ليه رينيوبل عشان نورهان كانت لسه قايله، فمش محتاجين يعني نقول البوينت ده تاني. تاني حاجه ان هي كلين وسستينبل. كلين عشان هي بتستخدم الفورس اوف ووتر زي ما فاطمه كانت قالت، والووتر طبعا ده سورس كلين. تاني حاجه سستينبل لان هي المايه اللي بتاخدها بترجعها تاني، فهي الووتر فوت برنت بتاعها قليل قوي. ده غير ان احنا لما بنستخدم الهيدرو باور بنقلل من استخدام الفوسيل فيولز اللي هي بتطلع الجرين هاوس جازز، فده بيخليها سستينبل اكتر. تالت حاجه ان هي دوميستيك سورس. دوميستيك سورس يعني احنا ممكن اي بلد تبنيها عندها، فتقدر يعني تبني هيدرو باور ستيشن عندها وتستخدمه، مش هتضطر ان هي تشتري فوسيل فيولز مثلا من بلد تانية واللي هو على طول معرض ان الاسعار بتاعته بتزيد. رابع حاجه ان هي بتقلل الريسك اوف فلودنج. يعني مثلا عندنا زي السد العالي احنا اصلا كنا بانيينه علشان يمنع الفيضان اللي كان بيجي وبيبهدل الدنيا اللي عند السد العالي، فديت اصلا كانت واحده من الفاكتورز الرئيسيه اللي كنا بنبني عليها السد. خامس حاجه ان هو فلكسبل وريلايبل. اي هيدرو باور ستيشن في يعني دقايق قليله ممكن تروح من زيرو لماكسيمم اوتبوت في وقت قليل،
وان لو حصل باور اوتج في مكان ده بيخليها يعني لو حصل باور اوتج في مكان ممكن نستخدمها كبديل. سادس حاجة ان هي just dependent on seasonal and weather factors. عندنا مثلا السولار باور بتستخدم مثلا الشمس اللي هي ممكن ما تكونش موجودة قوي في الشتاء زي ما هي موجودة في الصيف. الويند باور مثلا بتستخدم الويند اللي هي ممكن ما تكونش موجودة قوي في الصيف زي ما هي موجودة في الشتاء. بس الهايدرو باور السولار باور قلنا ان هي بتستخدم الشمس اللي بتكون موجوده في الصيف وما بتبقاش موجوده في الشتاء. الويند باور بتستخدم الويند اللي بتبقى موجوده في الشتاء وما بتبقاش موجوده في الصيف. بس الهيدرو باور بتبقى موجوده عندنا طول السنه يعني نقدر نستخدمها عادي ما بيبقاش فيها مشاكل. سابع حاجه ان هي من ارخص السورسز. يعني هي طبعا علا كانت قالت ان هي الانيشال كوست بتاعها عالي وان احنا نبني سد ومحطه توليد وكده، بس المينتنس والاوبريشن بتاعها الكوست ما تبقاش عاليه قوي. يعني هو الانيشال كوست بس اللي بيبقى عالي، بس بعد كده الكوست ما بيبقاش عالي قوي. اخر حاجه بقى ريكريشنال اوبورتونيتيز، ان هي مثلا عندنا زي السد العالي لما اتبنى اتعملت بحيره مصر اللي انتم شايفينها. بحيره مصر كانت هي تورست اتراكشن، يعني شكلها حلو فتحسن السياحه وكده التورست بيجوا يتفرجوا عليها. بس كده خلصت الادفانتجز. ومريم احمد ازيكم عاملين ايه؟ انا مريم احمد جديد والنهارده اتكلم معاكم عن البروجكتس اللي اوريدي موجوده دلوقتي اتعملت عن هايدرو باور. طيب هنبدا من مصر اللي هم بيقولوا عليها ذا جيفت اوف نايل. ليه بنقول عليها ذا جيفت اوف نايل؟ مصر من البلاد اللي بيمشي فيها النيل وهي موجوده بشكل كبير قوي، جزء كبير من سكانها بيبقوا عايشين قريب من النيل. مصر جزء كبير قوي من اقتصادها كان قايم اصلا على الزراعه، فالنيل كانت حاجه مهمه جدا من جزء من الاقتصاد بتاع مصر. طيب بالنسبه لنا زمان كان النيل بيعمل فيضان، فكان كتير قوي من المحصولات الزراعيه كانت بتبوظ. طيب فحاولوا يخترعوا حاجه تصلح الموضوع ده، فجم في اول القرن العشرين عملوا ده اسوان لو دام. ايه هو الاسوان لو دام؟ ده كان سد معمول بس كانوا عاملينه على لو سكيل شويه، كان قصير، كان بيقضي الغرض بتاعه، كان بيمنع لي الفيضان، كنت بقدر اتحكم فيه اشوف كميه الميه اللي انا محتاجاها ايه واطلعه منه واتحكم في الفلو بتاعه، فده كان بيفيدني قوي في الزراعه. بعد كده مع مرور الوقت لقوا ان السيبان بتاع الميه زاد، فلقوا ان ده مش كفايه، لقوا ان هم محتاجين حاجه اعلى شويه تمنع الميه دي منه، فطلعوا لي بحاجه اعلى. ايه هي الحاجه الاعلى دي؟ طلع لي اسوان هاي دام. الهاي دام اللي عندي دلوقتي السد العالي بتاعي. طيب السد العالي بتاعي ده معمول ايه؟ اتعمل في اخر بقى القرن العشرين. طب عملوه ليه؟ اول حاجه عشان طبعا الري زي ما انا قلت لكم ان هو بقدر اتحكم في كميه الميه اللي انا موقفاها واللي انا مدخلاها ومشياها. تاني حاجه ان انا اقدر اجنريت الكهرباء بتاعتي نسبة صغيرة جدا للأسف من مصر هي اللي بتعمل جنريتنج بالهايدرو باور، بس الحكومة ماشية اتجاه ان هي تحول للرينيوبل انرجيز اكتر، وده بسبب ان في مصر العوامل المناخية بتاعتنا مساعدانا سواء كان الشمس او الويند او المية اللي عندنا دلوقتي من النيل. وحسنت لي النافيجيشن بتاع النيل، الطريق بتاعه ماشي ازاي، سواء بقى كان في مراكب او حاجات بتبقى ماشية للنقل بتاع البضاعة، وكمان فادتني في التوريزم في السياحه زي ما فريده قالت لنا، وفادتني قوي قوي في الفيشنج اندستري. وكمان لو السد العالي ما كانش اتعمل للاسف كان معبد ابو سمبل ده اتغمر تحت الميه. طب تعالوا نتكلم عن زي ما نورهان قالت لنا كان عندنا الاتش بي بي اللي هو الهايدرو باور بلانت في اسنا والهايدرو باور بلانت في النجع حمادي، الاثنين موجودين عندنا بجانب اسوان. تعالوا نتكلم عن سدود عادي زي الهايدرو باور نفس الميكانيزم اللي فاطمه شرحت لنا. لما كانت بتبريزنت كانت بتقول ان هو في هاي دامز في ران اوف ريفر وفي بامبد ستورج. هم بقى شغالين ايه؟ بالدامز. هم دامز يعني شغالين بالهاي دامز عادي. لا بس هم القناطر مش هاي دامز. هم مش هاي بس شغالين نفس الميكانيزم بتاع الدامز. لا الميكانيزم بتاع الدامز لازم يكون في فرق كبير في الاليفيشن بتوين حاجه او حاجه تانيه. فهم شغالين ازاي؟ بس المناطق كلها ليه دلوقتي؟ مفيش حاجه اسمها حاجه عاليه او حاجه واطيه. ممكن تشتغل عادي او ده صغير. ثانيه واحده يا جماعه، انتوا عارفين كونسبت المناطق ايه؟
ايه هو كونسبت القناطر؟ القناطر زي ما انتم شايفين كده هو جيتس موجوده، الجيتس دي حابه نفتحها حابه نقفلها، وبعد كده بعد الجيتس الفلو بيبقى طالع. فانت كل اللي بيحصل ان هو فرق الاليفيشن بين دي وبين اللي بعدها ده ولا حاجه. صح. اولموست ذا سيم. الفكره ما فيها انك يعني بتمشيها من حته هنا نفتح جيتس شويه نقفل جيتس شويه نفتح جيتس بارشلي. ازاي بقى؟ هو ده المصيبه اللي هو اللايف كونسبت بتاعك مش كده، عباره عن بتحط على الميه عادي ما بتحتاجش دم كتيره. طب فين الجنريشن بتاع يعني فين الجنريشن اللي حاصل بتاع الهايدرو باور منين؟ هل في عندكم اي يعني هو اسمع ونجح حمادي الاثنين بيطلعوا هايدرو باور فين بقى؟ اي معلومه اي حاجه كايه بالظبط؟ كنسب ولا ك ايوه بتطلع ازاي؟ فين؟ ما هي فاطمه بتحاول تشرح لحضرتك زي الران اوف ريفر اللي هي كانت شرحت الميكانيزم بتاعها في الاول. هي قالت ان هو مش محتاج اليفيشن عادي زيه زي الهاي دام، فزي ما حضرتك قلت هو فعلا الاليفيشن بتاعها مش عالي خالص، فهي قالت ان الريفر بيبقى ماشي كده عادي عشان الاتش بتاعت الباور بتاع الووتر ما تبقاش موجوده زي يعني لو احنا بنتكلم في قناطر الاولى ان احنا لما نولد هايدرو باور مش نولد في نجع حمادي ولا في اسنا، نولد في المناطق التانية اللي هي اصلا عندها اكتر من قول ارقام خزعبليه. ورغم كده حسب وانا رحت زرت القناطر كتير مفيش اي توليد هايدرو باور هناك، فكان الحد ده لو كان الدنيا كده وان احنا بنجنريت ان احنا نجنريت من هناك. تاني حاجه في عندنا مناطق حتى في الباجوريه في المنوفيه البتاعه بتاعت البجريه دي فيها برضه قناطر وفيها ديزاين جديد وديزاين حديث واتعمل، وانا زرت الفيزيكال موديل بتاعه مش في اي كلام على ان هو هايبر باور. انا بس حابب ان هو يعني كمصادر بس بتاعت الكلام ده ممكن تكون فعلا موجوده، ممكن يكون كان ده زمان وبيكون الالكتريستي بتاعته قليله عشان هي فعلا باحتمال كبير فعلا الالكتريستي بتاعته قليله عشان في الريسيرش ما كانتش باينه بشكل كبير. حاضر. طب نتكلم عن اكبر اثنين هايدرو باور بلانتس في العالم دلوقتي. الاثنين موجودين في الصين. اول واحد فيهم 3 جورج دام. 3 جورج دام تقريبا طوله 41 مبنى فوق بعض، فهو طوله ضخم جدا جدا جدا، من اكبر الباور بلانتس اللي الصين عملتها لحد دلوقتي. اتعملت في اول القرن ال21 وبعدها عملوا الباي هيتن دام. باي هيتن دام اقصر شويه من 3 جورج دام بس هو مكتسح، هو رقم 2 في العالم دلوقتي بالنسبه لاطول هايدرو باور بلانت دام في العالم. طيب وخلصنا في الصين، ندخل على اوروبا. اوروبا دلوقتي بنسبه كبيره جدا جدا متجهه للهايدرو باور جينيريشن بجانب الرينيوبل انرجيز بشكل عام عشان تقلل من الكربون اميشن. ودلوقتي في 2021 بعد كورونا تركيا بنسبه كبيره قوي بنسبه 500 ميجا وات حاولت تعلي الهايدرو باور بلانت بتاعها، وهي اصلا تركيا عشان المكان الجغرافي بتاعها فيها انهار كتير وفيها بحار فعارفين يعملوا السدود بتاعتهم ويجنريت منها هايدرو باور، بس الاعلى منها كان النرويج. ولو جينا بصينا على الجراف هنا هنلاقي ان ده بتاع 2021 هنلاقي ان النرويج مكتسحه وراها تركيا وفرنسا وايطاليا وهكذا. فاوروبا بنسبه كبيره جدا جدا بتستخدم الهايدرو باور بلانت في الجنريشن بتاع الكهرباء بتاعها. هو ده الترتيب بتاع الاتحاد الاوروبي ولا الترتيب العالمي؟ اوروبا بس. وبكده اكون خلصت وتيجي باشمهندسة مريم محمود تكمل معانا. السلام عليكم، انا مريم محمود وهكلمكم كليه الهايدرو باور. حد فيكم سال نفسه ليه الهايدرو باور بتكون 71% من الانتاج العالمي للطاقه المتجدده؟ اوكي نروح لاول سبب هو جرين هاوس جاس ايميشن. لو جينا بصينا على الكراب ده هنلاقي على الاكس اكسس هنلاقي انواع الرينيوبل انرجي، على الواي اكسس المفروض يكون في لو CO2 ايميشن جرام بير كيلو وات. لو جينا بصينا هنا على على الصوره بقى هنلاقي حتى الارتفاع بتاعها الرينج بتاعها عالي قوي مقارنه بالباقيه، بيكون في رينج من
80 ل 50، ودي حاجه عاليه جدا. في حيث المصنع مثلا بالويند هي فريم 15 برايم سيكو 2، لو بصينا للهايدرو باور هي فريم 8.5، والنيوكلير 8.9. سي او 2 يونت الجرام غير كيلو وات من الكهرباء. فهذا ممكن يفكر طب ماشي ممكن الصوره مش بعيده شويه من الحسابات، بس ليه برضه الويند والنيوكلير نسبتهم قليله قوي مقارنه بالهايدرو باور اللي هي 70%؟ ونوعا ما يودينا للسبب الثاني. الـ TRL هنا نيجي نفكر ان هي من 1-3 قلنا بيكون بنحط الميكانيزم والتكنولوجي وبنختبرها، وطبعا زي ما قلت هيستوري وتم اختبارها لاكثر من كارت واثباتها واستخدامها. يجي نص من 4-6 بيتم تطبيقها بالفعل على سكيل كبير شويه، وفعلا تم تطبيقها في مصر وبره مصر زي ما اتقال في الامثله. دلوقتي بنقول ان TRL بتاعت الريوبل الهايدرو باور بتروح من رينج 7-9، وهي اولموست بتساوي تقريبا 9 و7، احنا اكثر من كارت تم استخدامها هي تقريبا اول هايدرو باور تم استخدامها فعليا وتطورها بشكل كبير جدا. عشان كده الهايدرو باور بتشكل 70% من الانتاج العالمي للطاقه المتجدده. كده كنا خلصنا. في اي سؤال؟ عندي اسئله لسه عندي اسئله. طيب عندي انا اسئله بتاعتي تقريبا معظمها متوجهه للفريق المنافسه فريق، وهي برضو مريم برضو ممكن تريليت شوية عشان في خناقة تطلع بين فريدة وبين مريم. تعالي فريدة. هي فريدة يا خبر فريدة ولا عوضة؟ عوضة سيمانتا جس فريدة. طيب لا انا كده بطلع. اللي كان عنده بسيتش تو كامس هوم ستورج تاني ما كانش فريدة. كان مين؟ اولا يا اولا لك فريدة تعبانة حتى مش جاية اصلا. انا مش قادر اتكلم. اولا كان واضحة جدا في الكلام وهي بتتكلم. ايوه عايزين خناقة. ماشي دلوقتي اولا كانت بتقول ان هو في سي او 2 جاي ميشنز جايه من الستورج تاني. تمام. و على الجانب الاخر مريم كانت بتقول لا احنا الميشنز بتاعتنا اقل ما يكون بالنسبه للحاجات الثانيه. ايوه معلش ازاي الميتين ازاي الميتين طالع من الستورج تاني؟ يعني انا ذهني ما لقطش ازاي سي اتش 4 طالع من سي اتش وسي اتش 4 هو الاغلب ازاي ان هو طالع من الستورج تاني؟ طيب ما احنا زي ما قلنا النباتات اللي موجوده جوه قاعه يعني تحت الخزان في القاع بتاعه النباتات دي بتبدا تتحلل وبتموت بعد كده بتخلق. لا انا قلت الحته دي بجد والله قايلها. النباتات ان في نباتات تحت. هي في ايوه هي بالظبط دي بتبدا تتحلل وتموت. لما بيحصل بقى ده تبدا تطلع الكميات الكبيره دي من الميثان وثاني اكسيد الكربون. يعني النباتات بتطلع سي 4 وقت التحلل بتاعها هو ده بالظبط. توليد الكهرباء ذات نفسه بيطلع سي او 2، انما التحليل بتاع الاورجانيزم ده هو اللي بيطلع سي اتش 4 او سي اتش 4 معلش تاني. يعني صناعه نفسها الهيدرو باور طلع سي او 2 اقل من الباقي الرينيوبل انرجي الثانيه. بس النباتات ده سايد افكت. ما ده مش عيب صناعه نفسها، ده حاجه بسبب ان مجرى الميه في حاجات زي كده فهي اتعملت تحت يعني موجوده في الاستورج تانك ده فسبب ان هي تتحلل وكده مسار شمس كفايه او كده فتحللت. انما حاجه نفسها هو مش عيب في حاجه في الهيدرو باور، هي كده حاجه جانبيه ممكن يشوفوا لها حل مثلا تاني تكنيكال تاني. بس هي سريعه اصلا. يعني انا حسب علمي يعني ان هو ميبي سي اتش 4 ده بيبقى جاي ان هو تحلل حيوانات يعني حلو. بس انت بتقول ان هو النباتات نفسها اللي هي الخضره نفسها بتطلع سي اتش 4 لما بتتحلل كخضره. اسال حد مختص. اسال حد مختص في زراعه عشان يفتكر الحاجه. هو بما ان الخزان هكلم اختي دلوقتي حانيه في زراعه ممكن نسالها بتطلع ايه لما تتحلل. اختي في زراعه ممكن نسالها دلوقتي بيحصل ايه لما تتحلل. النباتات لما بتتحلل بتطلع سي اتش 4 هنسأله. نسأل حد مختص ونفصل فيها دي. انت سألتي؟ هسأل دلوقتي حالا حضرتك عايز. لا هتسأل. هسأل. ما انا اسأل زمايلي دكاترة الزراعة. هيسأل اللي قده يعني. الواحد بيسأل اللي قده يعني. هسأل زمايلي دكاترة الزراعة. ما اسأل طالبة قد، هسأل دكتور قد. انا هندسة من الزراعة، هي هندسة طالب. اسأل حد على انا بالنسبة لي هو الخضرة الحاجات الخضرة لما بتتحلل مش بتطلع سي اتش 4
يعني احنا ما يمكن في تفاعلات حصلت او حاجه. CH4 بينقل حتى لما كان بيبقى جاي من روض الحيوانات بيبقى جاي مثلا من الحيوانات نفسها الحزين حاجه. لكن كنباتات نباتات بتطلع. طب هم عرفوها ازاي؟ حتى ده بالنسبه لي علامات تعقد كتير. هي دي كذا مقاله قريتها طلع موضوع الميثان، يعني انا مش جايبها من مقاله واحده، كذا مقاله اثبتت قالوا ان هو الميثان بيطلع من الستورج تانكس بالظبط، بس هو بعد قالوا انها جايه من النباتات. دي من ضمن مقاله كبيره جدا قريتها ان هم قايلين ان النباتات بتتحل، ممكن يكون قصده طحال، ممكن تقول في حاجات تانية في القاع مثلا بتتحل، بس الطحال ده بيبقى جاي من القاع. انا فاهم، هو ده بس الحاجه اللي نيد تو تشيك يعني وتقولي لي، لان هو ماشي ان الحيوانات بتتحلل وطلع سيت شهور ماشي، ان التماسيح مثلا موجوده فبتاكل الاسماك وبعد كده التماسيح الهروات بتاعها تطلعها. ما اصلا برضو في نقطه ان الخزان بيبقى مفتوح، ما ممكن يقع فيه اي حاجه او يعني دي عندنا احتمالات كتير. يعني اصل كلامك على ان هو ال 200 جاي هو ده، هو اغلب الحاجه طالعه 200، 90% من الحاجات طالعه 80% طالع 200 تمام. ده اللي هو يعني ده يعني في حد قاس، فهو لما قاس لقى ايه؟ ايه دي الفكره؟ كان في حاجه ثانيه برضه انا معلم عليها بس انا بذاكر، اللي هي دام بانك يارد. الدام بتاع البانك يارد ده كان فيه مريم احمد اتكلمي على دام مش انت حد اتكلم دام دي بتاع البنك. قلت كويك اللي هي الزلازل يعني اسم البنك اللي هو اسمه بنك يور. اسم الدام اللي قلت بنك 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 ياو بنك ياو بنك ياو بنك ياو بنك ياو ده في الصين يعني بالظبط. اوكي هو ده اللي اكتر حاجه ديزاسترس حصلت ده اللي عمل ده في الحته بتاعت الاعاصير، يعني ده من اكبر السدود الفاشله اللي حصلت. يعني الاعاصير يعني ده لو بنيجي نقول اعاصير على طول بنجيب بنك ياو على طول، ان هو اكبر مثل في الفشل. يعني ان هو الاعصار بوظ الاعصار صاحب معاه امطار غزيره فعملت ان السد ده انهار. يعني